هنا بيروت، هنا هنا بيروت. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه مع ضيفي دكتور صادق النابلسي، يعطيك العافيه. اليوم كل الناس، كل اللبنانيين عندهم سؤال واحد: لماذا تم تاجيل الاستشارات النيابيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني التأجيل بحسب تصوري أتى بسبب إصرار الرئيس الحريري على الفوز بورقة تكليفه من دون أن يعطي لأي أحد من الكتل النيابية الأساسية ضمانات في موضوع تأليف الحكومة. على سبيل المثال، حزب الله مثلا كان يصر على ضرورة النقاش حول قواعد التأليف قبل التسمية وقبل التكليف، حتى لا نصل في نهاية المطاف إلى تكليف من دون تأليف فنقع في الفراغ وفي المشاحنات من جديد. لذلك كان من المنطقي والطبيعي جدا أن تدور هذه الأمور في وقت يعني يتم التحضير له جيدا قبل الذهاب إلى الاستشارات النيابية. صحيح أنه قد يجادل البعض في مسألة دستورية مثل هذا التأليف قبل التكليف، لكن مشكلة هذا البلد دائما أن الدستور لا يتم التعامل معه كثابتة، دائما السياسة في المقدمة، القوانين في المؤخرة. هذه طبيعة البلد وتوازنات البلد التي لا تسمح لأحد أن يعمل بمعايير الدستور، أو لا يتفق الكل على الالتزام بمعايير الدستور بسبب التقلبات والتحولات التي تحصل في الساحة الداخلية والتأثيرات والتجاذبات الخارجية على الواقع اللبناني. فهذا الأمر جعل من رئيس الجمهورية يتريث قليلا وينتظر لسؤال بقية الكتل إن كانت راضية على المسار، على المسار، حتى لا تحدث بلبلة أو يعني نقطة أو دعسة ناقصة كما نقول. اليوم الرئيس سعد الحريري يقول بأنه الوفد المنبثق عنه، يعني الذي يمثله، جال على هذه المرجعيات السياسية وعلى الكتل السياسية، ولكنه لم يلمس من أي أحد من هذه الكتل رغبة بتأجيل الاستشارات النيابية، غير أنه لا، كانت الأجواء جدا واضحة. واليوم كان النائب هادي حبيش مع زميلتنا سمر أبو خليل الصبح، قال لها أنه بالجولة ما لمسوا ولا حدا، وتحديدا كتلة الأرمن، كتلة حزب الطشناك، يعني النائب أجو بكر دنيا الأمين العام لحزب الطشناك، لم يبدي أي رغبة بالتأجيل. هل برأيك كانت حجة أو رغبة كتلة الأرمن، كتلة الطشناك بالتأجيل حجة أمام التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية لتأجيل الاستشارات؟ يعني دائما بقول أنه المشاكل في لبنان منا مشاكل تقنية بقدر ما هي، ولا مشاكل فنية بقدر ما هي مشاكل سياسية. المشكل بعده واضح الأبعاد بالنسبة للكل. ما حصل أي تغيير بالمضمون بين تكليف، ما بعرف إذا بصح التسمية، الرئيس مصطفى أديب بين الرئيس سعد الحريري. ما في شيء تغير. ما في شيء تغير بشو؟ بقواعد التأليف. ما في شيء تغير. يعني فيني أقول أنه مفترض كان يتوجه إلى الكتل الأساسية التي ستمنحه الثقة. همش بشكل كبير وواضح التيار الوطني الحر، وإن كان التقى بالشكل، لكن هناك تهميش. من همش التيار الوطني الحر؟ مستقبل الرئيس سعد الحريري. لم يناقش معه في قواعد تأليف الحكومة، وإنما صار هناك زيارة بروتوكولية في وفد راحت النائب بهية الحريري. صحيح. والوفد المرافق ذهب للزيارة. هذا عادة لا تناقش فيه القضايا الجوهرية. بس هل حصل غير ذلك مع باقي الأطراف؟ لا، بمعزل باقي الأطراف أكيد. مع حزب الله كمان ما تناقش هذا الموضوع. عم بحكي أنا
الوفد الذي بعثه الرئيس سعد الحريري إلى كتلة الوفاء للمقاومة أصلا ما تباحثوا، وربما يكون بكل الكتل ما تباحثوا بقواعد التأليف، ولكن السؤال المركزي هل تقبلون بالرئيس سعد الحريري؟ نعم، من باب الخروج من الأزمة الحالية والمراوحة القاتلة، معظم الكتل في لبنان تريد تسمية الرئيس سعد الحريري أو الموافقة. لا، الموافقة. حزب الله، في فرق بين الموافقة وبين التسمية. نعم، حزب الله يوافق على الرئيس سعد الحريري ولكن ربما لا يسميه. بالنسبة ل كيف يعني يوافق ولا يسمي؟ يوافق على أن يأتي رئيسا للحكومة بس ما بسميه بالاستشارات ببعضها. بالضبط. بس أنه بيكون مأمن للرئيس سعد الحريري أكثرية الأصوات ليصبح رئيس حكومة، بس بالمقابل أنه حزب الله لا يسميه ولا يعترض ولا يمنحه الثقة بمجلس النواب. نعم، هيك كان الاتفاق يعني. هيك ما بعرف، بس أقول أنا بالتجارب السابقة كان حزب الله ما يسمي. نعم، وحتى ما كان يمنح الحكومات الماضية التي يترأسها الرئيس سعد الحريري الثقة، هيك على ما أذكر يعني. اللي بدي أقوله أنه نعم، لم يحصل نقاش جدي فيما يتعلق بتأليف الحكومة بين الرئيس سعد الحريري وبين الكتل الأساسية التي تريد أن تمنحه الثقة. كيف يمكن أن يتم تسمية شخص من دون أن يكون هناك نقاش جدي، خصوصا في ظل هذه التعقيدات الداخلية والضغوط الخارجية؟ هل نريد أن نكرر تجربة مصطفى أديب مرة أخرى أو لا؟ الكل يقول نحن لا نريد أن نكرر تجربة مصطفى أديب، علينا أن نتفق في البداية على قواعد ومعايير تأليف الحكومة وبعد ذلك نسمي الرئيس المفترض حتى تكون الأمور سهلة. تقديري الشخصي أنه فخامة الرئيس يعني اعترض على هذا الجانب الجوهري في قضية التأليف. عندما يتم التوافق بين معظم الكتل الأساسية التي ستمنح الرئيس سعد الحريري الثقة، عند ذلك ستكون الاستشارات أمرا طبيعيا وتحصيل حاصل. طيب، أنا دعني بس بدي استفسر عن موضوع. عم تقول حضرتك أنه هذا الوفد التيار المستقبلي اللي جال على الأحزاب الكتل النيابية ما تناقشوا بكيفية تشكيل الحكومة؟ صح. شو تناقشوا؟ يعني أنا فيني أقول أنه ليش عمل الجو؟ راحوا هل تقبلون بالمبادرة الفرنسية؟ والكل قبلان بالمبادرة الفرنسية، يعني سؤال من البديهيات. الكل بالإعلام حكي عن هذا الموضوع، ما في شيء جديد. هل تقبلون بالرئيس سعد الحريري؟ أكيد بنقبل فيه. نعم، على أي أساس؟ طيب، هل جرى ما صار في نقاش على أي أساس نقبل بالرئيس سعد الحريري أو لا نقبل؟ هن ما جابوا شيء، يعني هن أوكي أنا بدي روح أتفاوض مع كتلة الوفاء للمقاومة على سبيل المثال. طيب، شو بدي أقدم لهم؟ هل هناك ضمانات فيما يتعلق مثلا بوزارة المالية أو ببقية الوزراء؟ ما سبق أن قدم المبادرة الرئيس الحريري؟ بعد ما في شيء هلا. لا، واضح. أقصد آخر مرة الرئيس الحريري نعم. طلع يعني وتميز عن رؤساء الحكومات السابقين وقال قدم المبادرة أنه مستعد أنه للموافقة على أن يكون تكون حقيبة المال للطائفة الشيعية. في ضمانة هلا جديدة على أنه يقبل بذلك مرة أخرى؟ حزب الله يريد ضمانة أخرى غير الإعلان الصريح والواضح بدي يكون واضح هذا الموضوع. بفترة اللي كانت عم تتشكل فيها حكومة مصطفى أديب حكى بهيدي الخطوة، لكن الآن ماذا يقال أنه هو قال له للرئيس بري أنه أنا قبلان ما عندي مشكلة بتسمية الوزير المالية شيعيا. أوكي، طيب بقية الوزراء من يسميهم؟ طب طالما وصلنا لهون أنا بدي أسألك، في لقاء جمع الحاج حسين خليل بالرئيس سعد الحريري ودام ساعات، هذا حصل أول امبارح بالنهار اللي أو من يومين. بدي أعرف تفاصيل هذا الاجتماع، شو صار في نقاش لهذا الاجتماع؟ لأنه في بعض الصحف كتبت عنه. يعني أنا سمعت مثل ما جنابك سمعتي ومثل كثير من الناس قريوا بالجرايد كمان أنه تم النقاش في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى متعلقة
بتسمية الوزراء الشيعة. الرئيس سعد الحريري كان صامتا ولم يتحدث بصراحة. كان صامتا عندما طلب منه الحاج حسين خليل أنه أن يكون لحزب الله هو أنه يسمي الوزراء الشيعة، رد عليه بصمت. بصمت هيك بعرف. الأمر الثاني، طلب الرئيس الحريري في المقابل من الحاج حسين خليل أن يوافق على يعني البنود، بنود الورقة الاقتصادية كما يريدها الرئيس الحريري. بمعنى آخر أنه ربما صندوق، يعني ورقة صندوق النقد الدولي يريد أن يمررها الرئيس الحريري بإمضاء من حزب الله بشكل تام وكامل، وهذا لا يقبل به حزب الله، وربما أي طرف آخر لا يقبل به هكذا من دون النقاش ومن دون المساءلة حول كل التفاصيل، مرفأ بيروت، مرفأ بيروت ومطار بيروت، كهرباء لبنان، وكثير من القضايا التي يعني وردت في ورقة صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة من لبنان. هل يوافق حزب الله؟ شو كان جوابه للحاج حسين خليل على الرئيس الحريري عندما طلب منه هذا الموضوع؟ بتصور أنه حزب الله لا يوافق بالمطلق ولا يوقع على أي ورقة على بياض. يجب أن يناقش ويدقق في كل مسألة من المسائل، خصوصا أن هذه المسائل سيادية وترتبط بمصالح الناس. إذا رفض. كيف انتهى الاجتماع؟ عم تقول حضرتك بس لحتى نرجع نعمل أنه صار الاجتماع يلي صار بين الحاج حسين خليل والرئيس سعد الحريري من يومين، اللي دام حوالي ساعتين ونص ثلاثة، حصل هذا الاجتماع رغم نفي. أنت عندك تفاصيل أكثر مني، أنا ما هيك أنا عم رغم نفي بيت الوسط، يعني نفي في مقام الإثبات. يعني حصل هذا الاجتماع. طيب، في هذا الاجتماع، مضمون هذا الاجتماع في نقطتين. أول نقطة، كان في صمت للرئيس سعد الحريري عندما طلب منه الحاج حسين خليل أنه حزب الله هو اللي يعين وزراء الشيعة. صحيح، وزراء هو بعينه. صمت، يعني شو الصمت؟ علامة القبول ولا عدم الرضا؟ عدم الرضا. الصمت هون فينا نفسره بأنه غير راضي، وهو كان طارح من البداية أنه يريد أن يعين الوزراء من دون تدخل السياسيين والكتل السياسية، يعني نفس المنطق اللي إجا فيه مصطفى أديب. أوكي، رجع الرئيس سعد الحريري طلب من الحاج حسين خليل أنه حزب الله يوافق على كل ورقة الاقتصادية للرئيس سعد الحريري، والحاج حسين خليل رفض. صحيح. صحيح. وكيف انتهى اللقاء؟ يعني مثل ما بتنتهي كل اللقاءات. بس كان حزب الله هو يعني أكد له للرئيس الحريري موافقته على أن يكون رئيس حكومة. ما كان أصلاً عنده اعتراض. إذا نرجع على التاريخ شوي لورا، من 17 تشرين الأول لما صارت الانتفاضة، حزب الله كان متمسك بالرئيس سعد الحريري، كان يريده أن يبقى ليحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار في البلد، وكان أيضاً يريده أن يستمر في وزارة جديدة، ولكن الرئيس الحريري كان رافض لأنه كان يتعرض لضغوط، حسب ما سرب في ذلك الحين، بأنه يتعرض لضغوط هائلة جدا من قوى داخلية ومن الخارج أن لا يكون رئيسا للوزراء في هذه المرحلة، ولذلك نأى بنفسه. اليوم عم يطرح الرئيس الحريري نفسه من جديد، عم يسوق حاله. حسب الله يعني يوافق طالما الكتل النيابية الأخرى توافق. يمكن واحد يجادل أنه يعني الرئيس سعد الحريري عمل فيكم 1-2-3. نعم. لحزب الله. ما هو عمل بالكل، يعني هو ما خلى صديق، يعني بس حرصا على الاستقرار في يعني البلد. اليوم في وضع صعب صعب، بالتالي إذا مشيت الأكثرية بالرئيس سعد الحريري، حزب الله بالنهاية عنده خيارات وعنده موقفه بهذا المجال. في حليفكم التيار الوطني الحر يبدو أنه عاتب عليكم جدا من هذا الموقف، والدليل أنه اليوم النائب جورج عطل قال أنه الاتفاق الذي تم بين الثنائي الشيعي وجنبلاط والحريري على حساب المسيحيين لن يمر، وكأنه في حلف رباعي جديد
هو بوجه المسيحيين. حزب الله هو من ضمن الديل الحكومي الذي حصل، وهذه ليست المرة الوحيدة التي يترك الحزب التيار وحده منفردا بالمعركة. رح نجاوب على هذا السؤال، بس خلينا انتقل لجورج عطلة، النائب جورج عطلة، عضو تكتل لبنان القوي. يعطيك العافية. اهلا، يعطيكم العافيه لحضرتك وللضيف الكريم. نعم، بس بدي استوضح منك، بدي ترجع تقول لي، يعني هل هذا الموقف اللي قلته اليوم حضرتك هو موقف التكتل؟ نحن خلينا نقول بشكل واضح انه التحفظ الاساسي على بموضوع تشكيل الحكومه، انه الذهاب اولا الى مقوله انه هذه حكومه اختصاصيين ولا دخل للسياسيين فيها، ومن ثم نرى انه في تفاهمات صارت مع سياسيين ومع اطراف سياسيه سمت حقائب بدها اياها وحتى اعطيت حصص فيها، وبالتالي نحن صرنا قدام خيار من اثنين: هل هذه الحكومه هي حكومه اختصاصيين عن جد بدءا برئيسها وصولا الى بعض المكونات اللي فيها، ام انها حكومه تكنو سياسيه وهناك من يحاول استبعاد اطراف معينه منها؟ هذا هو التساؤل الأساسي. لذلك نحن اللي عم نطرحه اليوم أنه هذه الحكومة أو هذا الطرح الذي يطرحه سعد الحريري للتشكيل، عم بيقول هذه حكومة اختصاصيين. بالطبع نحن عندنا التحفظ الأولي والمبدئي على وضعيته هو، لأنه هو غير اختصاصي بالمعنى التقني للكلمة، في يكون صاحب اختصاص معين ولكنه سياسي ورئيس تيار سياسي ورئيس كتلة سياسية كبيرة وازنة في البلد، وهو يعني مسيس للعظم مثل ما بيقولوا. نعم، بنشوف انه وقت اللي بيقول اني اتفقت انا مع الرئيس بري والثنائي الشيعي، وبذات الوقت الثنائي الشيعي او حزب الله بيقول ما لم نعطيه لمصطفى اديب لا نعطيه لسعد الحريري، معنات ذلك ان سعد الحريري رضخ ووافق على طلبات الثنائي الشيعي، مشان هيك هن مأيدينه بالحكومه. ووقتها بيجي وليد جنبلاط بيعلي السقف بيقول انا لن استقبل وفد تيار المستقبل ولن اسمي سعد الحريري لرئاسه الحكومه، ولست انا من يتم التعامل معه بهذه الطريقه، يعني عمل حاله المطعون به. نعم. وبعد يومين بيرجع بيصير الاتصال، بيرجع بيتوافق وبيطلع لا عفوا وبيرجع بيقول وليد جنبلاط انه انا اذا كنت بدي امشي بدي هالوزاره وهالوزاره واسمي فلان واسمي فلان. بنشوف انه بظرف 24 ل 48 ساعه رجع سعد الحريري قام باتصالات مع وليد جنبلاط وتم التوافق على ذلك. بس ساعتك عم بتقول انه في ونتيجه هذا الامر في حلف رباعي. واضح انا اللي قلته، انا سئلت الحقيقه اذا في حلف رباعي. نعم. قلت اذا طلعنا بالشكل بنشوف اربع اطراف متفقين، ولكن أنا لا أرى أنه ذلك هو حلف رباعي بمعنى حلف الرباعي الذي تشكل أو خاض انتخابات 2005. بالشكل في أربع متفقين، ولكن منه الحلف الرباعي بمفهوم حلف رباعي 2005. نعم، أنا هيدا اللي نعم يعني. ولكن في عتب على حزب الله، عم تعتبروا أنه الثنائي الشيعي ومن بينهم طبعا حزب الله وحركة أمل صار في توافق مع جنبلاط والحريري اللي يعني بوجه المسيحيين أو على حساب المسيحيين. أنا قلت التالي إذا بدك، وخليني أوضح بشكل أكبر، اتفاق سعد الحريري مع الثنائي الشيعي مع وليد جنبلاط واعطاهم حصص في هذه الحكومه ينزع عنها صفه الحكومه الاختصاصيه او حكومه الاختصاصيين. وعندما عقد هذه الاتفاقات اصبح سعد الحريري يعني رايح باتجاه انه خلص انا حصلت على ما اريد وعندي الغلبه بالتسميه وانا رئيس حكومه بدون ما اروح احكي مع المكون المسيحي، واللي هو ليس فقط تيار الوطن الحر او تكتل لبنان القوي، وهناك ايضا القوات اللبنانيه وتكتل نعم. الجمهوريه القويه، وخاصه بعد انسحاب حزب الكتائب. وبالتالي اللي صاير مبين انه ما يسمى بحكومه الاختصاصيين فقط واقع على الاطراف المسيحيه، كانه هن لا عندهم اختصاص ولا قادرين يحكوا، وكأنه هن لا بيمثلوا ولا عندهم وجود، الوجود محصور بالثنائي الشيعي ووليد جنبلاط وتيار المستقبل، توافقوا على التشكيلي والتوليفي، وكل واحد منهم أخذ ما يريد، وبقية الأمور كأنه نعود إلى حكومات ما قبل 2005،
بأنه يتوافقوا على ما يريدون، والبقية وهي الوزراء المسيحيون بيتم تسميتهم فيما بينهم أو فيما أو بس هذا اتهام خطير للحليف رئيس الحكومة. بس هذا اتهام خطير للحليف. خليني بس كفي معك بهذه النقطة. لا أنا مش عم بتهم الحليف، أنا عم أقول بالدرجة الأولى هذا الشيء أو هذا التصرف يقوم به من يريد أن يتكلف برئاسة الحكومة. يعني إيه بس عم تقول أن حزب الله قبل. خليني لك، خليني أقول حزب الله حقه يطالب وحقه يقبل بما يريد. يعني إذا هو يطالب بشيء وعرض عليها الموافقة أكيد بده يقبل. بس ولكن أنا عم بقول أنه سعد الحريري اللي عم بيقول هذه حكومة اختصاصيين ولن أرضخ للسياسيين، منشوف رضخ في مطرح ولم يتواصل في مطرح آخر. نعم. طيب اسمح لي بدي أسألك بعد، يعني اليوم السؤال هو ليش تأجلت الاستشارات؟ من الصبح الحديث عن أنه موقف كتلة الطشناق، أليس هذا استسخاف لعقول اللبنانيين بأنه نقول أنه اليوم كتلة الطشناق هي التي طلبت أنه نأجل الاستشارات، وعلى هذا الأساس تم تأجيل الاستشارات؟ لماذا لا تقولون هذا الكلام اللي عم تقوله هلأ حضرتك وبعلنا هلأ قلته حضرتك؟ نحن بس من امبارح ما سمعنا، نحن امبارح سمعنا أنه في عدد من الكتل اتصلتوا فيي. لا هيدا لا خليني أقول لك أنا فهمت. لا منه استسخاف فيما لو كان هذا صحيح ومحصور فقط في. هل هذا صحيح أصلا؟ هل مظبوط أنه كتلة الطشناق هي التي طلبت تأجيل الاستشارات؟ هي من ضمن مجموعة اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية وتمنت أنه هناك شيء من الإيجابية ممكن تتوسع فيما لو ذهبنا باتجاه تأجيل الاستشارات لمزيد من التواصل. أنتم طلبتم تكتل لبنان القوي طلب أيضا؟ نحن لم نطلب ولن نطلب هذا الشيء، خاصة موقفنا يعني ردا واستباقا على كل هذا الزعم اللي من امبارح لليوم. طلع الوزير جبران باسيل رئيس التكتل وقال بشكل واضح أنه ما حدا يفكر أي شيء ممكن يصير في هذا الأسبوع ما بين أسبوع التاريخ المؤجل إلى التاريخ العتيد ممكن يكون في تغيير بموقفنا. طب وإذا ما في تغيير لماذا تم تأجيل الاستشارات؟ إذا طلع الوزير باسيل وقال أنه ما رح نغير، ليش في تأجيل الاستشارات؟ صحيح صحيح صحيح، هذا الشيء يعني يقدره فقط رئيس الجمهورية. أول شيء من الناحية الدستورية هو صاحب الصلاحية في هذا الشيء في هذا الأمر لاتخاذ القرار، ولديه تقاطع المعلومات وتقاطع المشاورات والاتصالات التي تحصل إن كان معه إن كان مع بقية الأطراف. وأنا بقول لك هون في الطشناق هن اتصلوا حكوا الرئيس سعد الحريري وقت حكي رئيس الجمهورية وشرح له مقال اتصالاته استعمل التعبير اللي بيقول انه نحن يعني التكليف من حيث العدد موجود ولكن في بعض الامور غير الميسره، وكان الرساله لرئيس الجمهوريه انه فينا نروح على مطرح اضافي لمزيد من الايجابيه. وانا بقول لك في شخصيات اضافيه من مجلس النواب وهي كمان تمنت على الرئيس لمزيد من التشاور وايصال اذا جاز التعبير وهم داعمين لوصول سعد الحريري، إيصال سعد الحريري بنوع من التوافق الوطني الأعم والأكبر. نعم. فعلى الأساس رئيس الجمهورية أخذ القرار. نعم، شكرا لك سعادة النائب جورج عطلة على هذه المداخلة، أهلا وسهلا فيك. يعطيكم العافية. لا عندي تعليق. أكيد بدك بسيط. أكيد عندك تعليق، لأنه أولاً هو لأنه اعتبر خلينا بس اعتبر إنه حزب الله وحركة أمل والتقدم الاشتراكي وكل الكتل السياسية أخذت يلي بدها إياه من الرئيس سعد الحريري باستثناء التيار الوطني الحر. اولا ما في تحالف رباعي. اثنين ما صار في نقاش بالحصص. رغم انه انا ضد منطق المحاصصه بالمطلق نتيجه الوضع الطائفي كلياتنا بنعرف كيف الامور بتتاخد. ثلاثه من قال انه حزب الله موافق يعني على توليف الحكوميه؟ بعدنا نحن بالنقاشات الاولى، يمكن قبل شوي كنا عم نحكي انه صار في نقاش بين حاج حسين خليل والرئيس سعد الحريري ولم يتم التوصل الى اي اتفاق فيما يتعلق بمطالب حزب الله. ما بعرف الرئيس سعد الحريري شو حاكي مع بقية الكتل، لكن تقديري انا انه مطلبهم هن حق. يعني اللي اعترض عليه حزب الله في السابق فيما يتعلق بوزارة المالية وتسمية الوزراء لهم حق، التيار الوطني الحر انه ايضا يعترض.
يعني نحن ما عندنا مشكلة ولا حدا عنده مشكلة بتصور أنه التيار الوطني يكون له حقه ونصيبه في مسألة تشكيل الحكومة. في تهميش من الرئيس سعد الحريري، مش معناتها أنه حزب الله والله رايح موافق الرئيس سعد الحريري على خطته بتشكيل الحكومة أو على تهميش التيار الوطني، ما في منه هذا الكلام. نعم، شو كان رأي حزب الله بتأجيل الاستشارات النيابية؟ هل كان يوافق على هذا الموضوع أو يعتبر أنه هذه اللحظة هي حساسة للغاية وأنه البلاد لم تعد عندها قدرة على الاحتمال بسبب الأزمات المتراكمة وبالتالي لا كان لازم تصير هذه الاستشارات؟ هلأ ما عندي تفصيل عن موقف حزب الله، لكن شفت شيء اليوم بالإعلام أنه حزب الله يعني تفاجأ أولا بهذا الموضوع بالتأجيل. تفاجأ حزب الله تفاجأ بالتأجيل، لكن كان بده يطلع، يعني لو كانت الاستشارات بوقتها كان بده يطلع وبده يعمل واجبه الدستوري بهذا المجال. واجبه الدستوري انه يشارك بالاستشارات وان لا يسمي سعد الحريري. ما بعرف بسمي او ما بسمي، هذا تقدير الشخصي. تقدير الشخصي، لا تقدير شخصي هذا. لكن اللي بدي اقوله انه نعم انا شخصيا بقول انه مش هيك بتنطبخ الحكومه. قواعد التاليف لم يتم التوافق عليها، وبالتالي لا يجوز تهميش التيار الوطني الحر على الاطلاق. طالما انت بدك تعمل حكومه وترضى باللي بدي يقوله الرئيس بري او باللي بيقوله حزب الله وباللي بيقوله الوزير وليد نائب وليد جنبلاط، بدك ترضى كمان باللي بيقوله التيار الوطني الحر. من حق التيار الوطني الحر أن يعترض بلا كبيرة على طريقة تأليف الحكومة. أنا معهم بالمية بالمية. نعم، يعني عم تقول حضرتك أنه التكليف هو يجب أن يكون مصحوب بالتأليف؟ لازم يكون هيك. لازم، وإلا مش رجعنا إلى يعني هلأ نحن يعني هلأ اللبنانيين لازم ينطروا القوى السياسية أنه تتفق على مين الاسم وتتفق على المحاصصة وتتفق مين بده يأخذ هيدي الوزارة ومين بده يأخذ هديك الوزارة وتتفق إذا نحن بدنا نسمي ولا هن بدهم يسموا وتتفق إذا حكومة اختصاصيين ولا حكومة تكنو سياسية وتتفق إذا بدهم المبادرة الفرنسية ولا بدهم يسمعوا كلمة شانكر. يعني هلأ اللبنانيين اللي عم بيعانوا هلأ واللي في ناس ما عم تاكل واللي في ناس في بصيدليات أدوية عم تنفقد، إيه بدون يضلوا لبنانيين هيك وبدون ينطروا هذه القوى السياسية لتتفق على كل هذه الأمور لحتى تمارس واجبها الدستوري. 100% اللي عم تقوليه مزبوط. فينا ننكر هذا الشيء؟ هذا الواقع الطائفي. قديش بائس هذا الواقع؟ بائس جدا، ولكن هذا هو الواقع الطائفي. يا بدنا نعيش بهالبلد ونعرف أنه ها هي التوازنات وها هي المعادلات الطائفية اللي بتحكم العلاقات بين المكونات السياسية والطائفية، بدنا نروح على بلد تاني اللي منتظر لبنان ثاني مش وقته هلأ. أي متى وقته؟ واقعين. ما بعرف مش وقته هلأ ولا هلأ الطوائف كلها خايفة من بعضها. في نظرية تانية بتقول أنه اليوم الطوائف كلها خايفة من بعضها كرمل هيك كل طائفة واقفة على سلاحها مثل ما بيقولوا، وبالتالي أي تغيير بموازين القوى سينعكس عليها في المرحلة المقبلة. صحيح؟ صحيح. والطائف للأسف اهتم بالأمن أكثر ما اهتم بالسياسة. لذلك اليوم إذا لم يحصل توافق على أولويات بناء الدولة وأولويات الإصلاح، ما حيصير في تغيير جذري في لبنان. ما حدا يحلم كثير. نعم، ما حدا يحلم كثير. خلينا نكون واقعيين جدا جدا واقعيين. هذه طبيعة البلاد اللي عشنا فيها. الصيغة ركبها الاستعمار ونحن عايشين في صيغة مقفلة جدا وقاتلة جدا، وبالتالي علينا اليوم أن نتكيف مع هذا الواقع. إذا لدينا قدرة، كانت لدينا القدرة على كسر هذا الواقع وهذه المعادلة، كلياتنا منروح بنعملها. هي البعض اللبنانيين جرب ب 17 تشرين اللي كان عم يرفض رئيس سعد الحريري وعم بيقول كلهم، يعني كلهم اليوم قسم منهم هولة بدهم سعد الحريري وبدهم يقولوا يا أخي بلا ما تاخذونا على الأسوأ خلونا بالسيء. يعني تصوري أنه خيروا اللبنانيين حزب الله يقول هيك. حزب الله مش عم بيقول هيك،
عم يتعامل مع الواقع. حزب الله بده دولة العدالة والمساواة والمواطنة، وإذا بدك بين مزدوجين الدولة المدنية. هل ندم حزب الله على خياره ب 17/20 مواجهة الشارع؟ بعد سنة، بما أنه بكرة 17/20، فخلينا بس نفتح هيك بين هلالين جواب هيك قصير شوي لنكفي بموضوع المفاوضات وعلاقتكم مع رئيس الجمهورية. ما فينا نقدم مصطلح حاد يعني. جزء من الشارع كان محق وجزء من الشارع لا، كان حالم جدا إذا بدك، ويبني توقعاته على أوهام، وجزء آخر مرتبط بمجموعة من القوى التي تريد تغيير التوازنات الداخلية والمعادلة الداخلية. على الرغم من هيك أستاذ أنيس النقاش بيقول أنه كان لحزب الله القدرة على أن يقود الشارع بوقته وأنه يقطع كل الأجندات الأخرى. في هيك قراءة، حزب الله شايف موضوع شو مختلف. رأيك؟ صعب واحد يقدر يعني يعطي جواب بهذا الموضوع، لأنه شوفي مثلا شو قال ديفيد هيل عن الجماعات وعن تمويل الجمعيات والهيئات والمنظمات المدنية. بس هون فيني أفتح أنا بين هلالين لحتى بعرف يعني موقفك. لا مش موقفي هذا، لا مش موقفي أبدا، أنا ما بقول موقفي، بس أنا بين هلالين. هذا الموضوع سبق 17/20 وهو قديم، ودعم الان جي اوز اذا بدك، وفي ان جي اوز بالجنوب بيدعموه على فكره بكل المناطق. بالجنوب يعني يمكن بالجنوب اكثر كمان. لحظه، لا بس بقصد وبعلم حزب الله ومن زمان ومش باهداف سياسيه، وبالتالي هذا امر حزب الله يعني موافق حزب الله. لا انا ما قلت موافق، انا قلت بعلم حزب الله ومن زمان، وفي كتير جمعيات خيرية بتصير هذا الموضوع، وحتى يعني منه شيء مفاجئ أو فضيحة اللي قاله ديفيد هيل لحتى نربطه بمسألة 17/20 وأنه هول هن اللي نزلوا ب 17/20. مش فضيحة، ممكن يكون في تقاطعات، بس أنا أقصد أنه ما قاله ديفيد هيل كنا نحن بنعرفه من قبل 17/20 بكتير. جيد، وموجود بكل لبنان يعني. لذلك في علامات استفهام حول طبيعة التحركات، حول الآليات، الوسائل، السلوك، الشعارات اللي انطرحت والأهداف اللي كان البعض بده يوصل لها. أنا ما عم أقول أنه كل 17/20 كلهم يريدون الأهداف الأمريكية، قطعا لا، يمكن الربع كانوا يتواطؤون ويتماهون مع الأهداف الأمريكية، لكن قسم كبير من اللبنانيين انجر. وهذا هو إذا بدك لما يعرف بالحروب الهجينة وحروب تغيير مقاصد الناس وسلوكهم، لأنه اليوم المعركة فعليا عم بتصير وسط الناس. الهدف، هناك هدفين أساسيين، الهدف الأول تغيير التوازنات القائمة في البلد، والهدف الثاني هو تغيير مقاصد الناس والسيطرة على عقولهم، وهذا تحقق ب 17/20. يعني أنا بدي وصلك لإله أنه اليوم اللي عم يحصل من هذا التشويش والحملات المتواصلة على حزب الله، لأنه أمريكا تريد إزالة الحزب من جذوره المدنية الوطنية، أمريكا تريد أن تقوض حجة حزب الله بأنه مقاومة مشروعة، أمريكا تريد أن ترفع حدة الاعتراض على حزب الله، أمريكا تريد أن تشكك بوطنية حزب الله، أمريكا تريد أن تظهر دور حزب الله الإشكالي. أمريكا لا تريد أن يكون لحزب الله دور في الحكومة أو في المجلس النيابي. ولذلك كل اللي صار، سمعت السيد حكي عن انقلاب كان هناك هدف أساسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ما عم أقول أنه هولي يعني عارفين بالأهداف، لكن كانوا يريدون تغيير الوقائع السياسية بالكامل في لبنان، الضرب المجلس النيابي، تغييره، تغيير رئيس الجمهورية والحكومة، حتى ولو كانت بعض من في الحكومة هن حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية. تحت هذه العاصفة الكبيرة كانوا يريدون أن يأخذوا البلد إلى مكان آخر، ويمكن هلأ عم ينجحوا في بعض الأماكن بسبب العقوبات القاسية وبسبب رغبة البعض بأنه نحن لا يمكن أن نمتص الغضب الأمريكي، ولا يمكن أن يخرج لبنان من بعض أزماته إلا من خلال الانحناء للعاصفة الأمريكية.
هل حزب الله اليوم ينحني للعاصفة الأمريكية؟ أبداً. أبدا. أبدا. ليش؟ ثم من يقول أنه مشهد ترسيم الحدود على مع فلسطين المحتلة يعني مع إسرائيل الجانب الإسرائيلي هو دليل على أنه اليوم حزب الله ينحني للعاصفة. وكان بيان ومنهم من يقول أنه هذا البيان اللي هو رفض الوفد يعني تضمين الوفد شخصيات مدنية هو كان بيان رفع عتب لأنه واضح رئيس الجمهورية أنه هذا المسار وبقي عليه ولم يتراجع عنه بقي الوفد مثل ما هو رفع عتب التضحيات رفع عتب؟ أنا ما قلت التضحيات بس لو صح أنا قلت البيان الذي أصدره حزب الله حول الوفد الذي شكله رئيس الجمهورية لإجراء المفاوضات كان بيان رفع عتب منهم من يقول هيك قراءة ليه لحتى يقول أنه هو لا يوافق على تضمين هذا الوفد شخصيات مدنية وأنه يأخذ شكل تطبيعي ربما ولكن ده بقى رئيس الجمهورية. أنت عم تقول يعني حزب الله رايح بالتطبيع هيك شيء؟ لا أحكرر السؤال يلا عم أقول أنا منهم من يقول أنه البيان الذي أصدره حزب الله اللي علق فيه ورفض فيه الوفد تشكيلة الوفد التي تضم مدنيين والذي يقال أنه إذا تضمنت مدنيين يمكن أن يكون في شكل من أشكال التطبيع هو ممكن أن يكون رفع عتب بس لحتى يسجل موقف أنه ضد هذه التشكيلة ولكن بالمقابل رئيس الجمهورية اللي هو حليف حزب الله سار في هذا الوفد وأصر عليه ولم يتراجع عنه. طيب بالنهاية حزب الله مش البلد حزب الله مش رئيس الجمهورية ولا رئيس المجلس النيابي ولا الحكومة لطالما كان هناك تباينات بين موقف حزب الله وبين أركان السلطة دائما كان هذا الأمر موجود حزب الله موقف مبدئي بالنسبة للكيان الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي طيب إذا الدولة اللبنانية ذهبت بهذا المسار ماذا يفعل حزب الله؟ يعترض بالحد الأدنى أوكي. لماذا ليش حزب الله ما كان بده تضمين الوفد شخصية مدنية؟ لأنه هذا الشرط طلبوه الأمريكان في محاكاة للوفد الإسرائيلي هوليك بيبعثوا مدنيين ولبنان أيضا يرسل مدنيين وبالتالي الأمريكيون يريدون أن يربطوا بين مسار التفاوض الحالي بين لبنان والعدو الإسرائيلي وبين مسار التطبيع الذي يجري بين الكيان الإسرائيلي وبين بعض الدول العربية وهذا الربط عملوه ونجحوا فيه وحزب الله رفض هل تعتقد أن الدولة اللبنانية يعني خضعت للرغبة الأمريكية؟ قطعا أن رئيس الجمهورية خضع للرغبة الأمريكية؟ هلأ شوفي قطعا أنه الدولة اللبنانية ما عم بحكي أنا ما هو رئيس الجمهورية هو المسؤول عن هلأ جزء من السلطة أنا بقول جزء من السلطة لحظة المسؤول المباشر عن تشكيل هذا الوفد والإصرار على تشكيلته هو رئيس الجمهورية في مجموعة قوى بلبنان وقوى ضغط حقيقية على رئيس الجمهورية على الحكومة على رئيس المجلس النيابي هذا كله بنعرفه اليوم رئيس الجمهورية بالتالي بس خليني كفي الجملة أنه نعم في تراجع بالشكل هذا واضح يعني ما في حدا يعني يتجاهل ويتعامى عنه في تراجع بالموقف الرسمي اللبناني الدولة اللبنانية السلطة اللبنانية قبلت بالشرط الأمريكي بأن يكون الوفد السلطة المتمثلة بمن؟ السلطة بكل أركان السلطة بالدستور كل أركان بالدستور السلطة. في الدستور هذه مادة دستورية رئيس الجمهورية بدك يعني أقول لك أنه رئيس الجمهورية لا أنا بدي أعرف أنا بدي موقفكم الحقيقي ليش بدنا نوارب؟ أنا عم أقول لك يعني أنا عم أقول إنه الأمور هل اليوم في طيب اختلاف طلع كبير بين حزب الله ورئيس الجمهورية طلع على هذا الموضوع طلع اللواء عباس إبراهيم لفوق على القصر حكي معه طلع صور اللواء نائب جميل السيد كمان حكي معه ويمكن قدموا يعني مقاربة حزب الله وإشكاليات حزب الله حول تطعيم الوفد العسكري بأعضاء مدنيين رئيس الجمهورية ما اقتنع أوكي خلص شو فينا نعمل ما فينا نعمل شيء حزب الله سجل اعتراض ولذلك طلع بيان الفجر اي بس انا كان سؤالي هل تعتقد ان المفاوضات كما هي عليه اليوم ربما قد وانا اقول قد ولا اتهم احد انا عم بسال هون قد تذهب بلبنان الى شكل من اشكال التطبيع لا ما في ملازمه ما في حزب الله ما عم بيقول هيك ما عم بيشكك بفخامه رئيس الجمهوريه بدوره الوطني بانه جبل حتى بوطنيه الوفد اللي راح على
نقورة أبدا. الموضوع مش هون، موضوع أنه يا عمي أنتوا ليش بدكم تقبلوا بالشرط الأمريكي حتى يصير في نوع من المماهات بين الوفد الإسرائيلي والوفد اللبناني، وحتى يسجلوا الأمريكان علينا نقطة ويخلوا هيدي البلبلة بين الناس أنه والله لبنان رايح نحو التطبيع. ليش لتفتحوا هذه الثغرة؟ والأمريكان كانوا بارعين بهذه النقطة. وليه برأيك فتحها؟ لأنه عملوا جدل إذا بدك خصوصا بالشارع الشيعي، وهذا الأهم. أنه أنت يا حزب الله دايما بتقلنا أنه والله أنت مقاومة وأنت كذا وكذا، شو القصة؟ لوين رايحين؟ رايحين على التطبيع؟ قبلانين بالتطبيع؟ نعم. وصل الأمر على السوشيال ميديا أنه ينحكى أنه يلا سنة سنتين حزب الله يطبع إلى هذا المستوى. نعم. لذلك الموضوع بشكله الإعلامي بشكله إذا أدرجناه في سياق الحرب الناعمة، نعم الأمريكيون اخترقوا هذا الوجدان إذا بدك، وسجلوا نقاط. نعم. بهذا الموضوع كيف سيكون الرد؟ الرد بتصور تقدير الشخصي، تقدير الشخصي. يمكن الرد اللي لازم يسمعه اللبنانيين ويسمعه العرب بما قاله سماحة السيد، إنه بأنه الرد على عملية قتل الأخ المجاهد في سوريا ستكون حتمية وثابتة. بتصور هذا بيعود بغير المزاج، بغير المزاج، بغير المزاج قطع. طيب بس أنا بدي أحكي شوي عن العلاقة مع رئيس الجمهورية بصراحة، وأنا بعرف أنك صريح ومش أول مرة وبكل حلقاتك صريح. إلى أي مدى هذا الموضوع أثر في العلاقة مع رئيس الجمهورية إذا أردنا أن نضيفه إلى مجموع المواقف السابقة يلي كان واضح فيها مزاج رئيس الجمهورية مغاير جدا لمزاج حزب الله؟ بلش باشتراط حزب الله الثنائي الشيعي أن تكون حقيبة المال للشيعة، كان في موقف لافت جدا والتصعيدي إذا فيني سميه، أكان من رئيس الجمهورية أو من حليفكم أكبر كتلة مسيحية اللي هي طيروطن الحر، كثير كان في موقف على السقف رافض لهذا الموضوع وبعده لهلأ. كيف هي العلاقة؟ هل تعتقد أنه بدأ تيار وطني الحر وعلى رأسه الرئيس ميشيل عون بالتميز عن حزب الله بوسط هذه الهجمة على لبنان أو هذه الضغوط الأمريكية على لبنان؟ خليني أقول بالنقطة الأولى، كان هناك اعتراض من قبل تيار الوطني الحر عندما تمسك الثنائي الوطني أمل حزب الله بحقيبة المالية، وكان الكل قبلان بمصطفى أديب، وأنه ظهر حزب الله وظهر أمل وظهرت أمل بأنهما يعطلان مسار تأليف الحكومة. نعم. صحيح؟ نعم. اليوم حزب الله منه معترض على اعتراض التيار الوطني الحر فيما يتعلق بتهميشه. ليش هونيك عطلتوا البلد وأنتوا هلأ عم تاخدونا للمجهول والوقت ما بيحمل، والأزمة الاقتصادية والأزمة الاجتماعية بالوقت اللي هلأ تيار الوطن الحر عم يعترض أنه أنتوا همشتونا، ما سألتوا عنا، تعوا ناقشوا معنا قواعد التأليف. عم تردوا بالمثل يعني؟ مش بالمثل، لأنه هذا المبدأ لما تكون قواعد التأليف مختلة ومهتزة من حق كل مكون أن يعترض، مثل ما اعترض الثنائي أمل حزب الله اليوم عم يعترض تيار الوطن الحر. فليش اعتراض أمل حزب الله غير مبرر وغير مشروع، واعتراضنا اليوم أنه أنتوا رحتوا اتفقتوا أنتوا سعد الحريري مع أنه ما في شيء منه هذا الكلام، هذا ممنوع. طيب إذن لازم نرسي على قاعدة أساسية، اعتراضكم أيها التيار الوطني الحر مشروع، واعتراض الثنائي أمل حزب الله في وقت تأليف حكومة مصطفى أديب أيضا مشروع. رح لك شو الفرق بيناتهم؟ الفرق أنه اليوم اعتراض الثنائي الشيعي على مسألة حقيبة المال والتمسك فيها للطائفة الشيعية يعتبرونه إذا بدك تثبيت أمر دستوري هو غير دستوري، ولكن تثبيته بحكم الأمر الواقع، لأنه الطائف ولا الدستور ينص على أن تكون الحقائب للطوائف. يا عمي والله بعد اللي بعد يعني. في طائف، بعد في طائف هلا بغض النظر، بعد في طائف بغض النظر، بس هو خلص ما الطائف مش على اي اساس لكن عم نشتغل اذا ما في طائف على اي اساس؟ هو حاله ارتداديه للوراء،
الطائف حالة ارتدادية. اليوم نحن مجموعة مكونات عم نتفق كيف نسير البلد. نعم. ما حدا يحتاج بالدستور، لأن الدستور كل واحد بيفهمه من وجهة نظر معينة. طب وبالتالي على ماذا نستند؟ على ماذا نستند؟ على توافقنا، هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة. لكن اليوم الدستور منجيبه كغطاء. كل المكونات الدستور بيجيبوه كغطاء، وليس هو الأساس الذي يستند إليه في العلاقات بين الطوائف وفي العلاقات السياسية. نعم. فاليوم وبالتالي عم تقول انه ما يحكم اليوم لبنان هو توافق القوى السياسيه بين بعضها، وانه اذا تخانقت القوى السياسيه ما في دستور بحل هذا الموضوع، خلي اللبنانيين انه بيعانوا. هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه، هذه الحقيقه، هي هي الحقيقه، وهيك الكل عم يتعامل يعني. فكمان موضوع ثاني، انه حزب الله عندما اصر هو وامل على التمسك بحقيبه الماليه، مش لأنه مصرين أن تبقى حقيبة المالية إلى الأبد بيد الشيعة، لا، لأنه في واقع اليوم مخيف جدا، مثل ما عم نحكي قبل شوي أنه الطوائف اليوم لا تثق ببعضها البعض، وهناك حالة استقطاب حادة، وهناك تجاذبات داخلية وخارجية. فإذا من حق حزب الله اليوم أن يتمثل هو وأمل بالتركيبة الطائفية اللي موجودة بالحكومة ليحقق نوع من التوازن السياسي، هذا نعم. أمر مطلوب. طيب بس سؤال قبل ما نختم موضوع الحكومة وروح على غير موضوع، هل صحيح أنه اليوم صار في شبه اتفاق بين حزب الله وسعد الحريري بأنه ما في مشكلة بنعطيك حد الميت اسم شيعي نقي أنت من بيناتهم ثلاث وزراء، وهيك بيكون من ميل حزب الله ضمن أنه هو يكون عنده علم بالأسماء المختارة للحكومة، ومن ميدة تانية الرئيس سعد الحريري بيكون عنده هامش واسع للاختيار؟ صحيح، حزب الله بده يسهل. بده اسم اسمين 10 100 ما في مشكلة، هيك قلتوا له للرئيس سعد الحريري؟ هيك قالوا له؟ بتصور هيك قالوا له أنه ما عندنا مشكلة، أنه نعطيك 100 اسم نقي منهم ثلاثة. بالضبط، لأنه عم ينحكى بحكومة تكنوقراط. أوكي، حكومة تكنوقراط أو حكومة حتى مصغرة، أوكي ما عندناش مشكلة. نعم. طيب بس ما فيك أنت تختار وزراء، وزراء الشيعة ما فيك تختارهم. طيب مثل ما نعطيكم شو قال، شو قال هو، شو رد؟ ما بعرف شو رد يعني، ما عندي، ما كنت قاعد أنا وياهم يعني. أنا عم بسألك إذا عندك معلومات. لا ما عندي معلومات. بس أنه يبدو أنه هو عم بيحاول تحت هول الأزمة الاقتصادية، والأمريكان والفرنساويين داعمينه هلأ، فبيقول لك أنه أنا بيجي بركي باخد من حزب الله تنازل. نعم. حزب الله لن يتنازل. طيب شنكر ببيروت عم بيجول وراح عمل كمان المفاوضات سريعا، هيك شو رأيكم؟ اليوم زار قصر بعبدة وقال له الرئيس عون نعول على دوركم في ترسيم الحدود. يعني كل مكون لبناني حر هو يعبر التعبير اللي بيناسبه. بالنسبة لإلي شخصيا، أنا بشوف الدور الأمريكي في لبنان هو دور تحريضي، دور فتنوي، دور تمزيقي. الأمريكان دايما عندما يحلون في مكان ما عليك أن تتوقعي الفتنة والحرب والخلافات والانقسامات. ماذا علينا أن نتوقع في لبنان؟ كل شيء منهم هولي، كل شيء. هلأ نحن في الجوع وفي القهر وفي الحرمان وفي الهجرة وفي المتاهة وفي المجهول، اللي بدك إياه. هل اليوم حزب الله يريد سريعا تشكيل هذه الحكومة حتى يعني ويقدم كل التسهيلات للرئيس سعد الحريري، هل حتى لو هو ما بده يسميه، وحتى يقدم كل التسهيلات لإقرار بعض الخطط الاقتصادية حتى لو هو مش موافق عليها 100%، لأنه يشعر بأنه محاصر جدا وخلص البيئة اللبنانية ما بقى قادرة تحمل؟ هلا هناك أكثر من مقاربة بهذا الموضوع. في مقاربة بتقول أنه ما في إمكانية لتشكيل الحكومة الحالية، وعلينا في هذا الوقت أن ننتظر الانتخابات الأمريكية. نعم. في لحظة الانتظار علينا أن نبحث عن كل الثغرات لنسدها، لنخفف الضغط الاقتصادي قدر الإمكان، ونحاول أن نتعامل مع بعضنا البعض بطريقة لا تؤدي إلى تفجير الوضع الأمني أكثر مما والسياسي أكثر ما هو عليه. في مقاربة تانية بتقول أصلاً لا، الأمريكان رايحين باتجاه الضغوط القصوى، وعلينا أن نتوقع الأسوأ.
وبالتالي ما في حكومة إلا واليد الأمريكية حاضرة فيها بالكامل، خصوصا أنه الأمريكان متشددين بالعقوبات على حزب الله على لبنان، وأدبيات وزير الخارجية الأمريكي، وأيضا بذكر كرافت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة التي قالت أنه ستتواصل الاضطرابات في البلدان التالية حتى تؤتي الضغوط القصوى ثمارها. فمعنى طيب. ذلك أنه نحن علينا أنه أن نتأقلم. مكملين نتأقلم، ماذا علينا أن نفعل؟ ما بعرف إذا في إمكانية لتشكيل الحكومة أو لا، إذا في إمكانية عال بهذا الوقت، لكن أنا أخشى ما أخشى أنه يأتي تشكيل الحكومة متناغما مع يعني أجواء الترسيم، بالتالي الأمريكيون يسجلون نقطة علينا بأنه نعم هذه الضغوط أتت ثمارها، وبالتالي هينا رايحين على الترسيم كما يريده الأمريكيون، وهذه الحكومة إجت مشكلة بإرادتنا. هذا هون في خطورة، لذلك اليوم الرئيس سعد الحريري بده ينتبه جدا إذا هو صار رئيس للحكومة، هل ستأتي لتنفذ دفتر الشروط الأمريكي أم ماذا؟ هذا سؤال كبير بدنا جواب عليه. إذا بده يجي ويقول لهم للأمريكان أنه أنا بوقع لكم على ترسيم الحدود على بياض، صعبة. كيف على بياض؟ في وفد شكله رئيس الجمهورية عم بفاوض، كيف يعني على جيد. بياض؟ جيد، أنا عمول بالنهاية هذه المفاوضات توصل لنتائج معينة. نعم. حتتحول إلى الحكومة، الحكومة اللبنانية حتوقع بالنهاية على هذا الاتفاق. الأمر الثاني له علاقة بشروط صندوق النقد الدولي. يعني هل هذه الحكومة ستأتي لتلبي شروط هذا الصندوق أم ماذا؟ نعم. في أسئلة كبيرة. نعم، طيب بدي انتقل لغير موضوع لأنه الوقت عم يركض، بدي في موضوع البطريرك الراعي وفي موضوع الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوى اللبنانية مع ما حكي أخيرا عن 15,000 مقاتل ونيته ب يعني بمواجهة حزب الله، وطبعا نفي وليد جملوت رئيس حزب التقدم الاشتراكي. هل في معلومات لدى حزب الله عن وجود مشروع أمني في البلد لمواجهته؟ ما بعرف، والله ما بعرف. طيب بس ما رأيك؟ هذا عم نقرأ بالإعلام. أوكي، بدي أشيل الإعلام على جنب، بدي أشيل الإعلام على جنب. شو رأيكم؟ يعني كيف قرأتم؟ شو هي القراءات يعني الداخلية؟ شو رأيك؟ مش شو رأيك؟ طيب ما هي القراءات الداخلية للحديث اللي صار بين دكتور سمير جعجع ورئيس حزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط، وحتى رغم من النفي، يعني كيف قريته؟ أنا بشوفه أنه أكيد في خطة لتقسيم البلد، في خطة للانقضاض على حزب الله، إنهاك حزب الله، إضعافه بالسياسة وبالإعلام، إبعاد الناس عنه، نزع شرعيته، مثل ما قلنا قبل شوي تقويض حشته بأنه مقاومة. للأسف الشديد هناك بعض الداخل ينخرط بهذه المقاربة الحدية. مثل مين؟ مثل سمير جعجع. غيره؟ ما بعرف غيره، لكن بعض حاضر أنه يواجه حزب الله. حاضر عسكريا؟ حاضر، يعني عندما أمنياً؟ تأتي اللحظة المناسبة. ممكن. متى تحين اللحظة المناسبة؟ إلى أي مدى؟ إلى أي مدى اللحظة المناسبة عند الأمريكان؟ إلى أي مدى حزب الله منهك؟ إلى أي مدى هو متعب؟ لا، فعلا خلينا نكون صريحين، هني بقولوا حزب الله لأنه منهك ولأنه تعبان، بالعكس هو في حالة من الحيوية العالية جدا. نعم البيئة منهكة، بيئة تعبانة قطعا، البيئة اللبنانية كلها منهكة تعبان، يعني يجب أن نعترف بهذا الأمر. لكن حزب الله كتنظيم، كبنية عسكرية، كبنية تنظيمية، لا أبدا. طيب. غير منهك. كيف قرأتم حديث وليد جنبلاط بأنه 7 أيار؟ عن 7 أيار يعني منيح البعض يعتبر أنه ما يكرر تجربة 7 أيار، وأي حدا بده يفوت بهذا المشروع ضد المقاومة بده يخسر. كيف؟ يعني تجربة 7 أيار شاهد على هذا الأمر أمنيا
حتى لو استدعى هذا الموضوع، اولا لبنان كله بيخسر امني، يعني لبنان كله بيخسر. بس عم تقول حضرتك من يفكر بالتآمر على حزب الله كما سبق وحصل في 7 ايار رح يكون هو خسران. صحيح. صح؟ انا عم بسألك كيف، يعني عبر حتى لو اضطر حزب الله الى العوده الى الشارع الى الداخل. ما بعرف، ما عندي جواب قطعي بهذا الموضوع، لكن 7 ايار شاهد قدامنا، يعني كل واحد ممكن يعتبر ويفكر بالطريقه اللي بتناسبه، كيف ممكن حزب الله يقارب اي تحدي لوضعيته. هذا تهديد ضمني، هلا في البعض يقرأ مش انه على انه تهديد. لا لا مش انا، انا 7 ايار شاهد. شو 7 ايار معروف؟ لا لا مش انا اللي بهدد، انا عم بقرا انا وياك. نعم. انه كيف ممكن يعني نستكشف الامور. نعم. في تجربه قدامنا ماثله امام اللبنانيين، طبيعي نحن عم نحكي عن مقاومه قدمت الدماء والتضحيات من اجل سياده لبنان وحريه لبنان واستقرار لبنان. يجي واحد مين ما يكون، يكون سمير جعجع او غيره، يجي يفوت بمشكل عسكري امني لتقسيم البلد ولقطع الطرقات على المقاومه ولتجريد بين قوسين، لانه الامريكان هيك بدهم تجريد حزب الله، بيكون واهم، واهم جدا. ما بعرف اذا فينا نسمي تسميه اخرى، لكن بيكون عم بغلط بحقه، بحق ناسه، بحق البلد. سمعتوا البطريرك الراعي بحديثه الاخير؟ ايه سمعت على الجديد. المقابله. طيب. كامله. بيقول انه ارسل رساله ودعوه، هي الرساله افصح عن شو هي الرساله، هي دعوه لحزب الله لزياره الدمان وقضاء يوم كامل في الدمان والجلوس على مأدبه غداء لحتى تتناقشوا. ما هي مذكرة الحياد؟ لأنه يقول البطريرك بأنه هذه المذكرة ليست بوجه حزب الله، والحياد ليس بوجه إسرائيل، ليس مع إسرائيل، هكذا يقول البطريرك، وأنه حزب الله لم يتلقف هذه الدعوة. لماذا؟ يعني فيني أقدر أنه حزب الله يمكن يكون ممتعض من مواقف البطركية فيما يتعلق ب السلاح، فيما يتعلق بالمقاومة بشكل عام، خصوصا كمان عندما تمسك بحقيبة المالية، كمان شفنا اعتراض عالي اللهجة من قبل الكاردينال. مش بس هو، رئيس الجمهورية كان. بعرف انه عم بقول هل قاطعته رئيس الجمهورية؟ حزب الله هو يعني بيقدر الامور اذا بيبعت وفد او لا. انا يمكن حكيت انا وياك بمقابلة سابقة انه حزب الله ارسل وفدا لمعايدة البطرك، هلا قلتي لي انه ليس هو الوفد السياسي الرفيع المستوى الذي يناقش البطرك، ممكن حزب الله بيقدر. ما فيني أقول أنا لماذا لم يرسل حزب الله حتى هذه اللحظة وفدا عالي المستوى، لماذا لم اعتبارات ربما لماذا لم هو يقدره. ليش ما جاوب على الرسالة، يعني قبل ما يرسل ليش ما جاوب على الرسالة اللي هي كانت عبر السفير الإيراني؟ يمكن يكون جاوب، ما عندي معلومات. لا، هو البطرك عم بيقول ما حصل على ولا أي جواب. كمان هذا الجواب عند حزب الله، هو بيقدر بيبعت رسالة أو ما بيبعت رسالة، بس أنا فيني يعني أفهم الجو العام. نعم. الجو العام عند حزب الله أنه منفتح على كل المكونات في لبنان، وخصوصا على الكاردينال، ما عنده كيف أي منفتح؟ مشكلة. الراعي يقول، البطرك الراعي يقول أنه حزب الله مقاطعه. لا لا مش مقاطعه، بعملك أنا أكبر دليل أنه بعت وفد لتهنئته. أي متى؟ بالأعياد الماضية، يعني من 4 أشهر 5 أشهر يمكن بالفصح أو شيء، بذكر هيك أرسل وفد. فبكل الأحوال في اتصالات، بس يمكن مش الاتصالات اللي لازم تكون، ما فيها الحرارة إذا بدك. هل رأيتم أنه، هل ترى حضرتك بأنه مذكرة الحياد الإيجابي اللي صاغة البطريرك في تموز هي بوجه حزب الله؟ قطعا. بوجه مين؟ بوجه حزب الله. يعني هو يقول غير ذلك، هو يقول انه من صيغه 43 لبنان اتفقوا بالصيغه، عندما وضعي الصيغه اتفقوا على انه يكون لبنان حيادي، وكان متى كان لبنان حياديا؟
متى كان لبنان حيادي؟ هو بيقول انه لما ما كان لبنان ما كان حيادي نعم. مش عم نحكي عن العدو الاسرائيلي على فكره، هو يقول حياد يعني مش بسوريا مثلا، ما يكون حزب الله بسوريا هيك يعني. طيب ما يكون حزب الله بالعراق، بدي افترض ما يكون مثلا يعني هيك قصده يعني الحياد. هو لم يقل، هو قال انه على لبنان ان يكون له جيش قوي لمواجهه اسرائيل. مين معترض على ان يكون للبنان جيشا قويا؟ بالعكس حزب الله أكثر الداعمين، بالعكس هو عم يشتغل وعم بيسهل وعمل اتصالات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتسليح الجيش اللبناني بأحدث الأسلحة. الدولة مش قبلانة، السلطة مش قبلانة، ما بيقبلوا، الأمريكان بيضغطوا ما بيسمحوا لهم أبدا. الأمر المهم جدا أنه هذا الموقف إجا في سياق تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وبين الكيان الإسرائيلي. أف لحظة، الموقف قصدك مذكرة الحياد تبعيت بكركي أتت في سياق تطبيع بعض الدول العربية؟ شو في وقتها أكيد. يعني عم تقول أنه صدفة ولا لا؟ أبدا ما في شيء صدفة. يعني هل تقول دكتور صادق النابلسي، هل تقول بأنه مذكرة الحياد البطريركي هي أتت في سياق تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل وهي تهدف إلى وضع لبنان على هذه السكة؟ هيك الأمريكان طالبين، هيك الغرب طالب، أنا بدي أسمع رأيك. بعض الدول العربية حضرتك طالبين. ترى بهذه المذكرة هيك هدفها؟ أنا هيك بشوف، أنا هيك بشوفها، أنه في سياق حملة التطبيع بين العدو الإسرائيلي وبين بعض الدول. بس هذا اتهام خطير دكتور، انه عم تقول انه بكركي اليوم. هلا انا هيك قريتها، ما عم بتهم حدا، انا عم بقول قريتها بالسياسي. التطبيع هو يعني التطبيع هو اتهام، لانه هو خيانه في سياق في التطبيع. ايه في سياق التطبيع، ما في ناس عم تطالب هلا بالتطبيع، شو خيانه؟ ايه بس عم تقول انه بكركي الصرح الماروني في لبنان، مليون في تلفزيونات عم بتطبق المرجعيه المارونيه الروحيه، عم تقول حضرتك بلبنان انها بمذكرتها تهدف إلى التطبيع مع إسرائيل. ليش أنت عندك شك أن هناك أطراف في لبنان راغبة في التطبيع؟ عندك شك بهذا الموضوع؟ بس أنت عم تقول عن البطريركية المارونية. ما عم بقول عن البطريركية، عفوا عم بحكي أنا أطراف هلأ بشكل عام. بس حضرتك قلت أن المذكرة هي أتت في سياق التطبيع. وأنا ما قلت أنه والله البطرك هلو بده يطبع. بس مش معناته أنه نحن يعني البعض ما بده يروح لهونيك. بعض اللبنانيين يرغب في هذه اللحظة بتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، وعم بيقولولنا كفانا صراعات كفانا حروب. نعم. طيب نحن سمعنا بعض المواقف مؤخرا، شو روحوا على احكم على الإسرائيليين بشكل مباشر. طيب. والمذكرة هي اجت في هذا السياق وربما قد تهدف إلى هيك. تعتقدي أنه في شيء مصادفي يعني بالبلد؟ في شيء مصادفي بهذه المواقف؟ أنا عم بسألك. لا أكيد كلياتها مترابطة. طيب. مع بعض البعض. بدي أختم. تم تأجيل الاستشارات النيابية. بالاستشارات النيابية هل في معلومات اليوم حزب الله شو بده يعمل؟ رايح شو يعمل؟ رايح مثل ما بيروح كل مرة، هيك بعتقد يعني. ما عندي معلومات. تقدير الشخصي قلت لك اياه انه يمكن ما يسمي الرئيس سعد الحريري، وهذا يمكن يريح التيار الوطني الحر. بس حيكلف شوي بيرضوا علينا. شكرا لك دكتور صادق النابلسي على هذه الحلقه، اهلا وسهلا فيك دائما. شكرا مشاهدينا على المتابعه، والى اللقاء.